نأتي الآن أبنائي إلى هذا السؤال. قال آن عدد طبيعي، أدرس تبعا لقيم آن بواقي قسمة 5 قوى آن على ماذا؟ على 7. إذن نكتب هنا كعنوان دراسة بواقي من 5 قوى آن على ماذا؟ على العدد 7. حيث آن عدد طبيعي، بما أن عدد طبيعي فإن نحن نعلم أن العدد الطبيعي تنطلق 0 1 2 3 هكذا. إذا نقول أولا آن كم يعطى له 0، فتصبح لنا هنا كم؟ 5 قوى 0. 5 قوى 0 معروفة إنها 1، معناه نكتب هنا 1 يوافق لنا 1 بترديد 7، لأنه ما زال أصغر من 7 فإنه باقي. ثم الآن نعطي له كم؟ نعطي له 1، فتصبح لنا 5 قوى ماذا؟ نضع هنا 1، فتصبح لنا 5 قوى 1، ما زال عدد أصغر من الترديد فإنه باقي، فيصبح لنا هنا بترديد 7. نعطي الآن نعطي له 2، فتصبح لنا كم؟ 25، لأن أصبح لنا 5 مربع اللي هي 25. 25 لو نقسمها على 7 سوف نجد 3، والباقي كم؟ والباقي 4، لأن من 21 حتى تفهموا الفكرة. أو يأتي أحدكم اجعلوا بالآلة الحاسبة 25 تقسيم 7 تعطي لكم 3 فاصل، خذوا ما وراء الفاصلة واضربوه في 7 سوف تجدون الباقي 3.99 أو 98، فقولوها إنها 4. ثم عندنا آن تساوي كم؟ تساوي 3، فتصبح لنا 5 قوى 3. هنا بكل بساطة أبنائي تقول القاعدة يمكنكم أن تضربوا من هنا في 5 ومن هنا في 5، فتصبح لنا من هنا، لاحظوا نقطة نقطة حتى أسهل على أبنائي الحساب، يمكن من هنا لما نضرب في 5 من هنا فتصبح لنا 5 قوى 3، لكن من هنا لما نضرب في 5 فماذا ينتج؟ ينتج لنا أن تصبح 20. 20 تقسيم 7 الباقي 6 هكذا أبنائي. ثم نأتي إلى آن يساوي لنا كم؟ يساوي لنا 4، نضرب هذه منها في 5 ومن هنا في 5، فجمع الأسس هنا ماذا يعطي لنا؟ يعطي لنا 5 قوى ماذا؟ 5 قوى 4، فتصبح لنا هنا 5 قوى 4 توافق، ومن هنا لما ضربنا في 5 أصبح 30، 30 من 28 تعطينا 2 هكذا أبنائي. ثم آن أو بالآلة الحاسبة قول 4 قوى 5، ثم آن يساوي لنا 5، فتصبح لنا 5 قوى 5، كأنما نضرب من هنا في 5 ومن هنا في 5، لم نضرب من هنا في 5 ومن هنا في 5، في هذه الجهة تصبح لنا 5 من هنا 5 قوى 5، ومن هنا تصبح لنا 10، 10 لما نقسمه على 7 تعطينا الباقي كم؟ الباقي 3 بترديد 7. نكمل هنا آن يساوي لنا 6، فصبح لنا 5 قوى 6 توافق، بما أن هنا نضرب من هنا في 5 ومن هنا في 5 فصبح لنا في الجهة الأخرى 15، 15 تقسيم 7 الباقي 1 يا أبنائي. هل نكمل أم نتوقف؟ انظروا أول باقي ما هو؟ أول باقي إنه 1 وآخر باقي إنه 1، إذن هنا ما علينا إلا التوقف، ونكتب دور القسمة، هذه القسمة الإقليدية دورها كم؟ هو يا أبنائي هو 6. لماذا 6؟ تعالوا نعد 1 2 3 4 5 6، لا نحسب هذا لأن قد حسب هنا في الأول. إذن هذه القسمة كيف هي؟ قسمة دورية، بعد كل 6 مراحل سوف تعيد التكرار، معناه لو نحسب مرة أخرى ونقول 5 قوى ماذا 7 سوف يكون الباقي 5 هكذا دواليك يا أبنائي. الآن يمكن أن نلخص هذا كليا في جدول بسيط من خلاله سوف نعطي البواقي. إذن نكتب هنا ماذا؟ نكتب هنا آن، ونكتب من هنا ماذا؟ نكتب 5 قوى آن هنا يوافق هكذا برمز الموافقة. فنقول في الأول لاحظ هنا كم؟ 0، فنقول هنا 6 ك زائد 0، لأن الدور هو 6، لو كان 5 لقلنا 5 ك. ثم ما هو باقيها؟ باقيها معروف، سوف نكتب هنا 6 ك زائد 1، وهنا 6 ك زائد 2، وهنا 6 ك زائد 3، وهنا 6 ك، لاحظوا 6 ك زائد 4، وهنا 6 ك زائد 5. ثم يمكن أن نضيف من هنا خانة يا أبنائي هكذا، لاحظوا هنا للترديد مكان الترديد حتى يكون الأمر جد منظم هكذا، وهنا ونكتب لاحظوا نكتب هنا ترديد 7 هكذا، لاحظوا نقطة نقطة
كي نتعلم يا ابني ما هو أول باقي. الباقي الأول هو قلنا هو واحد، ثم الخمسة، ثم الأربعة، ثم الستة، ثم الاثنان، ثم الثلاثة، وهنا بقي لنا الواحد. الآن نكتب ماذا نكتب يا أبنائي؟ نكتب بواقي. إذن بواقي قسمة ماذا؟ قسمة خمسة قوى آن على ماذا؟ على سبعة هي مهما كان الآن هي ماذا؟ هي الواحد والخمسة والأربعة والستة والاثنان والثلاثة، مهما كان أن يتغير في آن، يعني مهما أخذنا أي عدد طبيعي فهذه هي البواقي التي سوف تنتج يا أبنائي فقط. بعد ما أكملنا أبنائي مع هذا السؤال نأتي إلى السؤال الذي بعده. قال عين باقي القسمة الإقليدية للعدد 6 قوى آن على 7. لاحظوا جيدا، وقال باقي ليس بواقي. لاحظوا إذا نكتب هنا تعيين باقي 6 قوة 2 آن على ماذا؟ على 7. لاحظوا جيدا هنا أبنائي، لو تدققوا إلى 7 و6 إنهم أعداد مترادفة، يعني 6 7 8 9، اعلموا هنا لغز بسيط اللي هو الواحد والناقص واحد، هو من يحل هذا المشكل. يقول أحدكم كيف؟ لاحظوا نقول أبنائي أن 7 كم توافق بالنسبة إلى نفسها؟ كل عدد يوافق 0 بالنسبة إلى نفسه، لأن 7 تقسيم 7 الباقي 0. فإن هذه السبعة في الأصل ما هي؟ هي 6 زائد 1 يوافق 0 بترديد 7. لاحظوا يمكن أن ننقل هذا إلى هنا، أصبح لنا 6 يوافق لنا ناقص 1 بترديد 7، لم أفعل شيء. نأتي الآن لي أصبح لنا 6 مربع، 6 مربع توافق لنا ناقص 1 الكل مربع بترديد 7، فأصبح لنا 6 مربع كم توافق لنا؟ ناقص 1 مربع يعطينا 1 بترديد 7. ما رأيكم أن نضيف من هنا الآن ومن هنا الآن، فأصبح لنا ماذا؟ أصبح لنا 6 قوة 2 آن يوافق لنا ماذا؟ الواحد مهما قلنا عليه 1 في 1 في 1 في 1 يعطينا 1، وهنا تصبح هكذا. إذا ما هو الباقي يا أبنائي؟ إذا باقي 6 قوة 2 آن على 7 هو ماذا؟ هو بكل بساطة هو العدد 1 فقط، بهذه البساطة. بعد ما أكملنا مع هذا السؤال أبنائي نأتي إلى السؤال الآخر. قال عين قيم العدد الطبيعي آن حتى التي يكون من أجلها العدد 5 قوة آن زائد 6 قوة 2 آن زائد 3 قابلا للقسمة على ماذا؟ على 7. إذا نكتب هنا تعيين قيم ماذا؟ قيم آن حتى يكون العدد ماذا؟ العدد اللي هو 5 قوى آن زائد 6 قوى 2 آن زائد 3، هكذا يحقق لنا هذه الموافقة. ما معنى يوافق 0؟ معناه قابلا للقسمة على 7، حتى تفهموا فقط. هنا أبنائي نركز جيدا، 5 قوى آن ها هي قيمة بواقيها هنا، وبواقيها تتغير لأن يوجد لنا آن هنا يتغير. لكن لو نأتي إلى 6 قوى 2 آن قلنا باقيها 1 بترديد 7، معناه مهما تغير هذا الآن فإن هذا الباقي يبقى إلا الواحد مهما قلنا عليه، هذه في هذه الموافقة فقط. أما مع 5 قوى آن لا، تغيرت البواقي وأصبحت 6 حالات اللي هي 1 و5 و4 و6 و2 و3، حتى تفهموا الفكرة. الآن أبنائي لو نضيف من هنا تنقصنا ماذا؟ تنقصنا الثلاثة. نقول 6 قوى 2 آن زائد 3 توافق لنا 1 زائد 3 بترديد 7، فأصبح لنا 6 قوى 2 آن زائد 3 توافق لنا 4 بترديد 7. معناه هذه 6 قوى 2 آن زائد 3 باقيها مهما تغير الآن كم هو؟ هو 4 مهما غيرنا في آن. فماذا نكتب هنا يا أبنائي؟ نكتب 6 قوة 2 آن زائد 3 توافق كم توافق؟ مهما كان توافق لنا 4، مهما كان هكذا، هذا الأربعة يبقى هنا عدد كيف هو؟ عدد ثابت بترديد 7. معناه آن هذا لو أخذ 6 ك زائد 3 مهما كان في هذه الموافقة سوف يبقى 4،
يأخذ أي قيمة من هذه الخانات التي هنا باللون الأزرق، سوف يبقى الباقي في هذه السطر يبقى 4. الآن نأتي إلى جمعهم اللي هي 5، نرتب فقط 5 قوى آن زائد 6 قوى 2 آن زائد 3 ونضع رمز هنا يوافق بترديد ماذا؟ بترديد 7. الآن سوف نقوم بالملء ونختار الخانة التي نجد فيها هذا الرقم اللي هو 0. تعالوا الآن بينهم الجمع، لأن تصبح لنا هكذا، هذا زائد هذا يعطينا ماذا؟ يعطينا هذه. لاحظوا نقطة نقطة، 1 زائد 4 يعطينا 5، الخمسة ما زالوا أصغر يا أبنائي من الترديد، إذن يبقى هو كباقي. ثم هذا زائد هذا اللي هو 5 زائد 4 9 من 7، الباقي 2. أنا دائما النتيجة أقسمها على 7 وضع الباقي. هذا زائد هذا اللي هو 8، 8 تقسيم 7 الباقي كم؟ الباقي 1. ثم هذا زائد هذا هو 10، 10 تقسيم 3 تقسيم 7 الباقي 3. ثم هذا زائد هذا كم يعطينا يا أبنائي؟ يعطينا 6، 6 ما زال أصغر من الترديد فهو باقي. وهذا اللي هو 3، 3 زائد 4 تساوي لنا 7، 7 تقسيم 7 الباقي كم؟ 0. إذن ربما هذا هو الذي يحقق لنا ذلك الموافقة. نعم إنه هو. قلت نبحث عن الخانة التي فيها 0. لو كانت مثلا كانت هذه الموافقة وقالت توافق لنا مثلا 3 بترديد 7، بترديد 7 ها هي الخانة التي تحق لنا، حتى تلاحظ ذلك. الآن معناه لاحظوا 5 قوى آن زائد 6 قوى 2 آن زائد 3 توافق لنا 0 بترديد 7. هذه ها هي مكانها، الآن ها هو مكانه، انظروا الآن يصبح وهذه الخانة، معناه يصبح لنا آن يساوي كم؟ 6 كا زائد 5 مع كا عدد، كيف هو؟ عدد. إذن بما أننا نحن نتعامل مع الطبيعي فنقول عدد طبيعي بهذه البساطة. هذه هي قيم آن التي تحقق لنا هذه الموافقة يا أبنائي بكل بساطة. ونكتب هكذا، نقول قيم كجواب عن السؤال، نقول قيم آن الطبيعية حتى يكون العدد، ما هو العدد؟ اللي هو 5 قوى آن زائد 6 قوى 2 آن زائد 3 قابلا للقسمة على ماذا؟ على 7. هو ما هي قيم آن؟ أو هي نقول هي ماذا؟ هي 6، أو نقول آن يساوي لنا 6 كا زائد 5 مع كا، قلنا عدد طبيعي بهذه البساطة فقط يا أبنائي.